لكم. مريم نوردين. طارق بعلوش. سيرين مزوز. كل عاد احتاجوا انكم تكونوا معنا على قناه تسعه. اقوى تحيه لاقوى جمهور دي جي دانجر. تصفيق كبير على دانجور. مرحبا مرحبا الساده المشاهدين. شو مازال؟ مازال رمضان شهر ونص حسب التقرير، شهر ونص. عندي ما نحكي لكم على حكايه الدار، قاعدين تستناو شكون منكم باش يربح الدار؟ زعما كيفاش تربح الدار؟ قداش من حلقه مازال ونعرفوا اسم الفايز؟ لازم نقول لكم مازال تقريبا شهر ونص فقط، دونك ما عليك كان تبع في كلمه دار، متداخله اليوم من غير ما نحكي شيء، ابعث دار من بعد نحكي مع بعضنا خويا. دار بالاس ام اس على 85 85 اس بلس 2 في سكرة لتنتي. من اول ما بديت الميسيون قاعد تتفرج حاسس روحك حاشم من تليفونك هكا باش تبعث ميساج، يا فازي يا اخي ابعث توا لعل تكون رابح. الاحصائيات يقولوا انه اللي يشاركوا مره واثنين هما اللي عندهم حظ اكثر، ينجموا يكونوا فايزين، دونك جرب حظك باش ما تندمش. ابعث كلمه دار بالاس ام اس على 85 805. باين سالم برشا على دهشوش اليوم مش موجود معنا، بلاي تصفيق على محمد الدين. دهشوش دهشوش قداش موجود في كندا، ان شاء الله بالتوفيق ليه. عرض 10 سنين عرس، ان شاء الله يكون تعدى عرض مزيان برشا، دونك نسلموا عليه وعلى الكيب اللي تخدم معاه محمد الداش. وفما مفاجأة ان شاء الله بيانتو، محمد الداش عنده خدمة أخرى ان شاء الله تراوها بيانتو، نحكي لكم عليها ان شاء الله الحلقات الجاية. هذا تيزور صغير سومير السون فاسون، بعد نرجعوا بعضنا مع الجو الأولانية ونرجعوا نرحبوا ببقية ليزانفيتي نتاعنا. مرحبا بكم سهرية الأربعة اسمها سو السلامة. مرحبا بكم في يوم الأربعاء اليوم الصا زي مثلا أنا عملت لك ونيرا لينا وهايري إيش معناها؟ معناها دوري ميم طلع الأغنية وردة 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 قزبان يا دي مش اسمها وردة الأغنية فيها وردة إيش تقصدي بها هكا ساعة ذيك إيش تقصدي بها؟ الكورة معروفة على الجوارات، الجوارات ينجموا يكونوا رجال كيما زاد عنا فريق كرة القدم النسائية بسون فاسون. لا في عقلك يا للا في عقلك يا للا سون بالون بالرسمي المرة ذي من غير كرة سون بالون ثلاثة في واحد. وين لقيتها؟ سيرين وين يا مان؟ وين سيرين؟ سيرين يا مان تبعني برجولية أقوى فازة كي تبدأ تسمع في حكاية واحد يحكي لك فيها وانت من با فاهم الحكاية اللي هو يحكي لك فيها، دونك انت تحكي معاه هو يحكي معاك، دونك ما تفهم حتى حكاية في الحكاية اللي قاعدين تحكيوا فيها الزوز في انبوكس. سرتونا احنا تونس نموتوا على الحمل علوش بق المعز مش برشا معناها فهمتني؟ اي باهي انا نحبك توا شنو نعمل؟ شوف هو معناها الصلح وفات الوحيدة اللي عملوا عليها كوميك معناها سرقات عندك شي عشرة ولا هذا حتى خمسة الليلة أربعة وكل نهار أربعة الصا فاسوها رجعوها. هذا اللي استنى فيكم في سهرية اليوم. العام نذكركم بلاي مرة أخرى راوش مازال على الدار، مازالوا تقريبا شهر ونص كهو. أبعث كلمة دار بالاس ام اس على 85 805 اس بلس 2 في سكرة اللي كنتي إن شاء الله يا ربي مربوحة. القطة الجميلة القطة الجميلة قطوس الحلقة نتاع اليوم تحضر معنا سيرين. تصفيق على سيرين مزوز. شو سيرين هي راي ما كان يعني جايك لو عارف قلبك معبي بنيتي ما غلط هي من قبيله راه يا حلقة امورها واضحه بربي اختي شو اسمك سيرين مزوز حبيت نقول لك مزوز وليسونس.
فهمت شنو نقول عليها قطوس الحلقه لبنى ايش بيك يا لبنى نقول قطوس الحلقه لازم تدوين عليها ايش بيك ما درتش على معاش على مريم مثلا خاطرها مزوز لقبها خاطرها مزوز بلي تحيه ليك مره اخرى جوست باش نوريكم اللي هي راه عندها مانكان صحيحه ما راهي تغني وراهي تشطح وراهي تعرف تمثل باش تكتشفوا المواهب الكل وخاصه تغني خاصه تغني عندي سؤال ما يصيرش نربح هنا الدار لا قطوس الحلقه بعد شفت نعطيك لنفتح فتح عند بعلوش على غالب عند بعلوش ما نزلش نزلتها عند بعلوش بعلوش مسلسل ربع سيداتي سادتي سادتي مرحبا بكم في هذا النقل المباشر أنا عندي الدار وذي عندها ال أنا جيك به هو تو اخذ شو بديت ليميسيون حاسه كلي عويق لك شويه لعب فيها عويق شويه اما تشوف من بعد شو تسيب على الاخر تصريح يبيع على فؤاد اللي تايه ما راح لا فيها عقل ولا عاقل بالرسم تحكي مع شيرين خليتك خليت نحكي وحدنا لا مش تحكي وحدكم ولبنى وطارق دونك باش زيد بعد قلت يكملوا زيدوها باهي تحب تنضاف للوحده فازي للحوار معك ندخل الحوار اختار يا لبنى يا شيرين معناتها اليوم لازم تختار كلام معناتها مع شكون باش تلعب اليوم شيرين مازلنا هذا تو نعرفوا بعضنا قاعدين تعرفوا على بعض صديقتي لبنى شحوال عفوا زينك هكا ظهر يا شيرين مشيت سي مشيت شيرين عايشك عم فؤاد يا مصطفى شبيك يا مصطفى نقص حنان نقص حنان نقص فراشة انا اللي عجبني في فؤاد تو عمل الفازا نتاع على اساس ميريتاج الجمل انت معناها تو لبنى تعلق فيها وقت اللي انا انسحب سامحوني ولا كان معانا طارق بعلوش في لبنان طارق ولا في لبنان تحضر معانا اليوم مريم نور الدين ايش هنكتبوا شوية نبداو ماذا بيت سمعنا حاجة طول نحبك تفهمهم الكل من الأغنية الجديدة متاعي نغارة كوكتيل بنزرت جاية معايا يلا نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة يا نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة يا مجملها كي تمشط وتقد تشعرها هي أمي وأنا نشاورها حلقة نار يحضر معنا الفراشة مصطفى حواس خويا فراشة هكا والله أمين أنا بر أي إيه أنا بر مين إيش مقولين هكينا وفراشة بلا جس جس سيدي أقم جنب وطع أقم جنب وطع أقم جنب وطع ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا تشال تشال ترى اقفوا مش بعدكم اخذوا الكاميرا فوالا كاميرا مقابله ترى عم بربحك كاميرا مقابله فوالا بس شكون الفراشة بجاه ربي بيان سور بيان سور مصطفى هاي بيان سور هاي تيروا مع بعض الله الله ولا ذيل كنت في كليب حصري الفراشة والفقمة الفراشة والفقمة اسمه أمين راهو بريفيو أنا كتبو أنا كركدن غلط لي السيد كتب لي أنا فراشة يا أخوي أنت ديما محليك فراشة يا عيشة كما تعقدت أمين ماذا بيه نضعف راني ماذا بيه يسمعني كيفاش نجم تضعف يا معناتها يا ابنك كيفاش نجم يضعف هذاك تضعف قدام نسير يعني مش كان السيدة ضعيفة معناها أنا بيجي لا عاد يرحم والدينك اللي تضحك هكا Ha ha ha!
بلا لحظة بلا بعد انكم شو نحكي مع الببليك مش نبعث شو انا هو مش نحكي مع الببليك معناتها انتم احسبوا روحكم ما في بالكم شو جوست بلا سامحني الطفلة راهي أول مرة تجيب حذانا مازالت ما دخلتش في الطرح فهمت فازا بط لحظة 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 دينا لا 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 نتاعك بشوي مازالت ما دخلتش في الطرح خنقدموا خويا في الإيميسيون بعد نضحكوا عليها مع بعضنا بشوية يا رب يا رب لبنى سديني لا فازي كمل مازال شوي نرجيل من بعد حبيت نشوف مصطفى ينجم يولي كل انسه معناها ضعيف ما عليه كان بهيلثي فود بالحق هذه لازم ياكل هيلثي فود ينجم يكوماندي لي بلا على الفيسبوك صدقني في ظرف شهر تنجم فاسيلمون تحسب على كيلو اي معناتها تتخيل تاكل هيلثي فود تاكل يعملها معناها نعم معناتها لبنى عاطيه فيك ثقه انك باش تاخذ بالكلام نتاع لي بلاف انا باش نحاول خاطر نحب لبنى باش نضحي من اجلها الله الله هذه يا خبه خويا اليوم يزن معايا خويا طارق خنفضوها ما بيناتهم طارق بعلوش يا طارق تدعي ولا تغني صبري طارق شو مكتوب في المريول بصراحه باعلوه ندعي بيك السلام عليكم اخي امين سلام كاع اللي يتفرجوا فينا توا في 100 طريقه حبيت نقول سي تام بيتي ميساج بيتي ميساج فوالا كيما قاعدين تشوفوا يجعل دوبل بلاك على غير ايديا فوالا دونك الميساج هذا واضح دونك لا لا خلينا نسمع طارق دا جيب دونك الميساج سي واضح على الاخر دانجر جوسي دونك فوالا وحبيت نشكر اختي عدنا صديري عدنا صديري فوالا على جدنا لا لا انت اختار موقف مع سيرين ولا مع لبنى اخوي انا شنو مع سيرين ولا مع لبنى لبنى عندي الدار اي مع سيرين انا اليوم مع سيرين معلوش مع سيرين قلت لكم حلقه مش تتعدى اكسبسيونيل هذا جونا كل نهار اربعه في سون فاسون تقعدوا معنا الساري مازالت حلوه برشا توت سويت نلعبوا شطحهم في سون
Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. سي بيدا لحظه طارق لامبيونس سي بيدا لامبيونس سي اللي يعمل ريلات كيما طارق يرجع لبلاصته فزي بالطريق هاي بالطريق اختي نخدم على فزي فزي ريلات جو سيرين جو لا عاد سيرين لا 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 ريلات ويتعب لا لا يا سيرين لابس جنينه وما تحبش تعمل ريلات هاي عاد ريلات لا اخر هاي هاي لحظة اخويا المشاهدين يا سيدي ورس النبي محمد النبي حلفت بالنبي ما تعمليش رولاد اقسم بالله ما تعمليش رولاد فماش الدار هاي فيزي مازلت حلقة طويلة يا طارق طارق ما زلت حلقة طويلة تانت لي بيك فزي ما زلت حلقة طويلة تقول والله ما تعملها رولاد بلاي جوست لحظة عاش كان خلفالة باش تبعني خلفالة باش تمشي البوبليك الشيرة هذي فوالا اللي مقابلتني بلاي رجعنا الموسيقى نحب نشوف الامبيونس اللي كنتوا فيها كيما كنتوا عالمية فوالا هوا هيا يا صبري كل كل قلتلكم يحضر معنا أقوى بيبليك أسمع حلقة اليوم حلقة طير تيران حلقة طير تيران تونسويت نلعبوا دوري مين في سو بلاي تصرفت صرفت كي خرج الموفي فازي برا معاه معناها تصرفت وخرج برا معاه نلعبوا تو سويت متفاهم مع دارهم عرفت متفاهم مع دارهم جعدوني في التاريخ هكا يدي هكا سيدي صباح عارف في سون فاسون هكا تمام معانا فراشه ما تخافش معانا دوري مي من جوج جديده باش نلعبوها مع بعضنا اليوم دونك اسامي اغاني باش تمثلوهم اسامي اغاني للتمثيل وكل مره نعطيكم اسم اغنيه اللي نعيط له يخرج يمثل دونك باش تاخذوا فكره كيفاه دونك لبنى الاولانيه تلعب معانا مرحبا يا لولو مسلمة.
اسم الأغنية حسب رأيكم أنا هي. شنو اسم الأغنية حسب رأيك؟ خافت روحت هربت شنو هذا؟ سيرين حسب رأيك شنو؟ فؤاد يا حليلي وي يا حليلي وي. لا فك علي اسمها بالعربي أي. تونسية ولا لا؟ لا مش معناتها أغنية عربي مش تونسية. فك علي مصفى حسب رأيك. طب ليه بداري كده روبي؟ ليه بداري كده؟ برمشي مع البسكريت قعد تاع الكليب. مصرية أمين مصرية مصرية نجم نقولوا مصرية مصرية هي هي رياكسيون عملتها انت شنو؟ اني اغرق روح اذا بت روح هكا مش هكا روح مش هي عملت هكا روح روح انا سهل لكم تبدا بكلمه بحرف الماء. مي ميم حسب رايكم شكون؟ قدك بابور صالحه قدك بابور هكا صالحه ليه؟ مصدومه بجد مصدومه بجد اللي جابها وخلينا اعرف مصدومه بجد اقسم بالله تعالى ديجا جرب قول هذه سهلة وصعبة مع بعضهم يجب فوق القلب فواد ما اللي بدات ليميسيون تسكر في السورية خويا مو على خاطر الميكرو معمول في الميكرو انا اقوى حاجة اقوى حاجة عجبتني هي المونجيلا حل حل اسمع مقلقتك معناها كيفاش انا مسكرها انا سورية لا انا نحب الفلس برا يرجع البلاك على غير يدي اسمع داش موصيها فرامو عليك داش صاحبي قالوا له عبد الله داش في الكندا والله سلم عليه برشا داش بعض البوسه كندا الاغنيه اللي بعدها هي هذي هاي ها مصريه لا مش مصريه نشري وراك والمطر تصب عبد البسط حمود انا مش عارف انت مش عارفك لا تنتعرفوا من بعض قلب قلبي 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 حنودك اسمعي ما تكلم انت يا خليمهم قلبي حشيشة بوستك نعاونكم به حبيتك انا هاي كلمة حبيتك لا حبيتك صحيح حبيتك بالشتي حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي حبيتك بالشتي بالشتي نطرت اوكي هاي ركزوا معايا معايا انا مش مع الشوميز هاي انا الشوميز لابسها بعلوش ليه لابسها فويض مش مكتوب فيها يجعل بلاك على يدي باي دوبل بلاك هاي ركزوا مليح شو الاغنيه ذي فك عليا فك عليا اختاني لا عيني يا لحظه بتريق لا لحظه لحظه شنو هي بس تمام انا بدي بيت فاجئ لحظه ترى خلي بيت شنو هي بها سيري اليوم سيري شنو الاغنيه ليلي حتى شيء المهم ايش علمها ايش علمها شنو الاغنيه ما عيني بك يا العمه وما عيني بك يا العمه عمري ما سمعتها ما عرفت مش نينايه اغنيه تونسيه تونسيه سهل لكم بالريتم ها تزعزع خاطري في نص الليل والله والله يا مصطفى تزعزع كرايمك ان شاء الله كلك يا مصطفى باي تبدا بحرف الخاء خاء تونسية خاء خاطري في نص الليل ما لا جنينة هذايا سيري قد ايه هذايا هاي فازي بحرف الخاء ويغني فيها سهل على الاخر على التو بابا الهادي خلوني خلوني ما شطحة احنا ماشي يلا مريم اي حمامة غير كلام غير لبس حمامة تشم في المشموم حبك وجع إليسا حبك وجع شيعت يا بنتي مش حبك وجع بربي امين لعقل شويه من بليد اعطينا اعطينا من بليد
قول اعمل هيك اعمل هيك هي اغنيه تونسيه اغنيه تونسيه عجب تحت الياسمينة في الجيت تقرب شوية جيت تقرب الياسمينة في النهار هاي سهلة ريحة ريحة البلاد يا لا فيها كلمة وردة البقية حاولوا طلعوا وردة جزائرية احكي عليها وردة 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 قزبان يا دي مش اسمها وردة الأغنية فيها وردة ايش تقصدي بها هكا ساعة ذيك ايش تقصدي بها حاجة سيئة عندها الحساسية في حساسية تبدأ بالماء الوردة اللي نحكي عليها في بالي بالماء نحكيه على أغنية هذي اللي ما طلعتوهش ماما ماما أمين من المرات مش ورد بون يا فؤاد يا فؤاد يا سي فؤاد يا مطارد صباح الخير وي بابا صباح الخير جست عندي ملاحظه صغيره تو كده حلقه فيها ثلاثه بنات مش مطارد راهو مال شنو عطارد شنو مش مطارد مش مطارد لو بجاه ربي تراه نشوفه جست لحظه بالليل مطارد من طرف العداله ذاك سوق العصر طارق خوف ان شاء الله اي لا سوق العصر ان شاء الله مبروك طارق سوق العصر على كاد من قاله ما عادش من قاله قسم العيد شنو اسمعني اسمعني الاولاد اسمعوا لي شنو ابو جو نورمالمون الجو هذا معروف به الاولاد يقولوا كوره معناتها يكوروا الاولاد يكوروا خير هكا ولا الاولاد يكوروا خير ولا باش نجربوها مع البنات يوزع سبيسيال البنات في سو البنات يعرفوا يكوروا في سون فاسون راه مشوش يقولوا البنات ما يعرفوش يكوروا باش نوريكم سيرين تو سويت قداش تعرف تكور تصفيق على سيرين سيرين يلا شو هذا مو لازمك تفحم لبنى تو هذا لازمك لبنى تفحمها تو سيرين لانو نعم سيرين كور من غير بالله خذوا لها كيف فسرت لكم اخويا شجعوها بالله وي تحط يدك على الكورة تاع 10 دقائق وبعد اوكي نبدا قبل كل شيء Top 1 سيداتي سادتي ساداتي مرحبا بكم في هذا النقل المباشر هذه سيرين سيرين الأولى الدور الدور ايش باش تعمل والله لو ما حد الأصوات لا صوت في ما قصص سيرين ليه في عقلك يا للا في عقلك يا للا لن تجتاز الخط لن تجتاز الخط وحسين المشاهدين لا 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 سيد المخرج بلاي باش نعاودوا نشوفوا بعضنا رالونتي اسكو بونتو ولا لا لحظه طارق باش نعاودوا نشوفوا بعضنا رالونتي اسكو بونتو ولا لا وهذه الاعاده قدامنا هاي موجوده وياكدوا لي جماعه اللي هدف لبنى يلزمها تمركي طارق وينو بلايك الببليك متاع لبنى بلاي وينو ببليك لبنى فنان يا لبنى برا معك ربي لبنى تروى توب حضرات النغارة الكرام لبنى تلعب لبنى دور لبنى الرحلات اوه يا لبنى دور يا لبنى دور بيها يا سيباني دور بيها دور بيها يا شيباني دور بيها هذه هي لبنى دور سبعة يا لبنى عشرة يا لبنى ابعد يا لبنى شوت يا لبنى طرد يا لبنى بابلك بابلك صاحبي صاحبي راجل تصفيق على لبنى باه جست للتوضيح المخرج قال لي بداها ما تحسبش ذكرك الكره تلعب بالساقين مش بليها معناها انا بداية ما تحسبش وهي الكره لهنا ما دخلتش حسبوها لها نورمال سي خلفله خالص مره خلفله يا خلفله ربي معاك تصرف لبنى دوين تعليق وربي معاك وينو الفيراج نتاع مريم ها هو الفيراج تروى
اوه اعزائي المشاهدين هذه مريم ومريم مريم تيم ترارارارارا عيني مريم ترارارارارا مريم مريم تيم ترارارارا عيني مريم يا مريم اوك الكول اوك الكول لا والله مالها بالراس مالها كان يسحق كوارج كان يسحق كوارج صباح الخير مريم مريم صباح حي مريم صباح صباح ثاني واحد جو مريم جو مريم جو مريم كان فما كوارج خويا يا كاسبر جاك كان تحب ملاعبية راهو عندنا راهو ونهيو اللعبة ب فؤاد بيطير شوفوا توا نشوفوا ايش باش يعمل فوفو توا نشوفوا 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 توا نشوفوا هذا هو لا صاحبي ملي ابي صح اصبحنا صرفنا صرفنا شكون بالله تحبوا يجرب مصفى ولا ما فعلوش لا 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 رشا 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 جات الفراشة رشا 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 جات الفراشة رشا 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 جات الفراشة دور 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 طبع الموتور دور ايش تقعدوا معنا يا جماعة ما تبعدوش وذكركم بجولة مازال متواصل تبعثوا كلمة بيك بيك بالاس ام اس على 85 805 وصل شراء بقيمة 250 دينار من اداء بيك ديل شوبينج ولا جرب ابعث بيك وان شاء الله يا ربي تكونوا رابحين نعاد نرجعوا لكم مع بعضنا بعد الاشهار